الدكتور صالح لهجيري فلكي، أول كويتي يحصل على الدكتوراه الفخرية في علم الميقات. ولد في منطقة القبلة عام 1921 للميلاد. بدأ مراحل تعليمه بكتاب والده، ثم التحق بالمدرسة المباركية. تم تعيينه وزملائه فور تخرجهم بالتدريس في المدرسة الشرقية عام 1941. شغف منذ صغره بعلم الفلك. بدأ في وضع جداول التقويم عام 1934 للميلاد. درس علم المربع المجيب على يد الأستاذ عبد الرحمن قاسم الحجي. سافر إلى مصر طالبا لقاء مؤلف كتاب الزيج المصري. درس في القاهرة في مدرسة الأدب والعلوم بجامعة الملك فؤاد الأول. فكر في إنشاء مركز فلكي في المنطقة التي تقع على خط عرض شمالي 30. وفي أوائل الستينات بدأ في إنشائه على نفقته الخاصة. في عام 1980 قام سمو أمير البلاد بتكليف النادي العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتكريم العالم الكبير والمربي العظيم. أقيم مرصد فلكي باسمه هو مرصد لهجيري، وقام الأمير بافتتاحه. منحته كلية العلوم بجامعة الكويت الدكتوراه الفخرية عام 1981. حصل على قلادة مجلس التعاون الخليجي لأحسن من خدم في مجال العلم. أهلا بكم. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف رجلا من رجالات الكويت، رجلا ينتظره الكويتيون بفارغ الصبر كمصدر موثوق للمعلومة. ينتظره الكويتيون في مناسبات عدة، قبل رمضان وقبل العيد وفي بعض المناسبات الأخرى. إنه الفلكي الشهير الدكتور صالح لهجيري. سعداء جدا بأن نلتقي بالدكتور صالح. دكتور صالح مساك الله بالخير وسعداء جدا بلقائك. مساء الخير، أهلا وسهلا، حي هلا بكم. الله يسلمك. الحقيقة يعني شهرتك بلغت الآفاق سواء في الكويت أو خارج الكويت، لكن كيف تنبأت أو كيف اكتشفت أنك قادر على التنبؤ بذلك؟ قبل كل شيء أريد أذكر اسمي الكامل، لأنه أحيانا يحصل فيه خلط. اسمي الكامل صالح محمد صالح عبد العزيز العجيري. نعم. من مواليد الكويت الحي القبلي سنة 1921. درست أول ما درست في مدرسة والدي، كان والدي عنده مدرسة من سنة 1920 إلى 1930 اسمها تربية الأطفال، وأنا كنت صغير السن ودرست وأنا طفل في تلك المدرسة. والدي أرسلني وأنا صغير السن، عمري 12 سنة تقريبا، إلى البادية، إلى قبيلة الرشايدة في مكان اسمه رحية، غرب جنوب الجهرة، لأتعلم الرماية والفروسية كعادة والحياة الخشنة. نعم. وإكرام الضيف وإلى ذلك. عند هؤلاء اكتشفت أنني أو لي نزعة في علم الفلك، وأعتبر أن أول درس أخذته عند هؤلاء، عند جماعة أو قبيلة الرشايدة، لأن كان في صحراء فبهرتني الصحراء بجمالها وجلالها، والشمس والنجوم والقمر، وكان الفصل ربيعا مزدهرا. نعم. ف تعلمت منهم كيف أعرف الجهات الأربعة عن طريق النجوم. عن طريق النجوم، وإذا كانت السماء غائمة نستطيع أن نعرف الجهات الأربعة أيضا من غير النجوم، من اتجاه الكثبان الرملية ومن التموجات التي على الرمال اللي تحدثها الرياح. نعم. ومن
كل شجيرة صغيرة في الصحراء أو حجر يكون في أسفله مثلث من الرمال الناعمة. هذا الاتجاه يكون عادة من الشمال إلى الجنوب، فإذا عرفنا الشمال والجنوب عرفنا الشرق صحيح. وعرفنا الغرب. فاعتبرت أنا هذا هو أول درس لي في علم الفلك، هذا أول اكتشافي وأول نزعتي في علم الفلك. والدي أيضا خصص لي، لأنه كان مدرسا ويحب أن يعتني في تربيتي، خصص لي مدرسين خصوصيين في علم الفرائض اللي هو المواريث، وفي علم الفقه، وفي علم النحو والصرف. فمنذ صغري وأنا أدرس هذه العلوم، هذه العلوم تشمل شيئا أو تحتم أن يكون دارس لهذه العلوم ملم أيضا بالفلك. فمثلا مواقيت الصلاة اللي هي من العلوم الدينية تحتاج إلى 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 فلكي يعرف المواقيت الصلاة، وإلى الأهلة لأجل رمضان ولأجل العيد والمواسم الأخرى الإسلامية. فمن هذا المنطلق بدأت يعني تتكون لي أو عندي حصيلة في علم الفلك. ثم تطور الأمر إلى أن التقيت بمرحوم عبد الرحمن الحجي أخو ملا يوسف الحجي. كان قد ذهب إلى الحجاز، وأنا لا أعرف هل هو ذهب إلى التجارة أو لطلب العلم، لكنه رجع من الحجاز وقد درس على آل النبهاني. آل النبهاني حجازيون، لكن أظن أنهم من البحرين، أسماءهم تدل على أنهم أصلهم من البحرين، لأنه حمد خليفة هذه من أسماء البحرين، مين من أسماء الحجاز، لكنهم حجازيون ولهم اطلاع في علم الفلك وعلم المصطلح الحديث والفقه والتاريخ أيضا. فعبد الرحمن الحجي رحمة الله عليه درس عندهم علم الربع المجيب، وهو آلة إسلامية قديمة منسوبة إلى خوارزم في بدايتها. هذه الآلة الإسلامية هي عبارة عن أداة مسح وتوقيت، يعني نستطيع أن نمسح فيها، نعرف مثلا عمق البئر، نعرف مثلا اتساع النهر، نعرف ارتفاع الجبل، نعرف فيها مواقيت الصلاة الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، نعرف فيها الساعة كم الآن من الشمس، ولها يعني فوائد كثيرة واستعمالات عديدة. نعم. هذه من الأمور أو الأشياء اللي في درستها في بداية تعلقي في علم الفلك. ثم بعد ذلك درست أنا في الواقع، خلطت في بداية عهدي، لأنه ليس هناك كتب ولا معدات فلكية ولا مدارس فلكية، فخلطت بين علوم ثلاثة. ما هي؟ ولا زلت أخلط بينها إلى اليوم، وهي علم الفلك، علم التنجيم، علم الأرصاد الجوية. أنا كنت في الماضي وأنا صغير كنت أظنها علم واحد، لذلك أنا يعني اشتغلت، أستطيع أقول أني اشتغلت في فترة وأنا صغير وأنا يافع في علم التنجيم. ومن ذلك أنني كنت أعتبر، كنت في ذاك الوقت أعتبر طبيبا، لأني كنت أداوي الضرس، ناخذ الورقة مالت الكاغد مالت الجقاير، أول كان الجقاير ما هي جاهزة، ورقة خفيفة يوضع فيها التتن التمباك وتلف ويسمو، ناخذ الورقة الصغيرة وأكتب فيها أم رب عال مال مات مات مات، ثم أطلب من المريض
أن يأخذ الورقة الصغيرة ويضعها في خرم الضرس. هل هذا طلسم أم ماذا؟ ها؟ هل هذا طلسم؟ طلسم. أنا كنت يعني في ذاك الوقت نعم. هذه حد إدراكي. فنضعها في سن في ضرس المريض فيشفى، طبعا بالإيحاء يمكن. في واحد، أنا كنت وأنا صغير شوية عندي بعض الذكاء، نعم. جاني واحد قال أنا والله ما في ضرسي ما في خرم. قلت له حط الورقة على إذنك، إن كان على اليمين ضرسك حطه على إذنك اليمين، وإن كان ضرسك اليسار حطه على إذن اليسار. أي اطلعت أيضا على كتاب من الكتب، ولا فيه طريقة لمساعدة المرأة المتعسرة في الولادة لسهولة ولادتها. نعم. هو بيت شعر لكن يكتب بطريقة زخرفية، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. محمد نكتبها أرباع وبالزوايا، وبعدين هذا نعم في للصحابي زخرفة، حسان بن ثابت. وتضعها المرأة على فخذ، تربطها على فخذها وتتيسر نعم. ولادتها. هذا جعلني اشتهر بهذا بالفلك وبهذا هذه الناحية الطبية. واحد من جيراننا، أول كان البضائع التجارية لا تحمل على وانيت أو لوريات، على الجمال. كانت تحمل على 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 خيل، خير. نعم. يسمى خيل يسميه كديش. يوضع كيسين كذا ويربط فيها بالحبل ويوضع الثالث في الوسط. هذه التجار يعني يودون البضائع للتجار ويجيبونها من الجمرك ومن المخازن بهذه الطريقة. واحد من جيراننا عنده كديش ويشتغل في هذا. عادة اللي يعملون على الكديش يكونون رجال أشداء أقوياء، يعني نشيل كيس السكر أو كيس الشعير أو كيس، تحتاج إلى جهد. نعم أشداء. عنده حصان في البيت، وبما أنه يعلف الحصان شعير تكون عنده في البيت قرية نمل. ما شاء الله. أي استاذ من النمل بالليل، يقاحص الحصان ما ينام، وهم أيضا ما ينامون ما يستطيعون ينامون. ففي الديوانية صار يشكو حاله لأصحابه في الديوانية، قالوا له ما نشوف صالح العجيري يقدر يفكك منها، يسوي كذا ويسوي كذا. وقالوا له أشياء كثيرة 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 دخلوا في فكرة ما كانت موجودة، بس هم دخلوا في فكرة كذي أو خيل لهم هالشكل. فجاني قال لي أنا عندي نملة في البيت أريد تعطي. قلت له أنا والله ما أعرف إلا حق طبيب ولادة وطبيب أسنان، أنا ما أعرف حق النمل، طريقة لإزالة النملة. والله شدد علي قال لي لا، يقولون انك انت، يقولون تمشي مع صبي المبيريش وانت تمشي القمر يمشي معاك. صح، اي واحد يمشي يمشي القمر، لان بس اهبل قلت له شوف القمر يمشي معاي. ايه فاخذوها على اساس ان انا القمر يمشي. إيه قالوا بعد، قال لي بعد. قلت شنو؟ كان يقولوا عندك عصات تروح البحر اشبه بعصا موسى وترجع. ايه وترجع. وكان اول في سور وفي دروازه. نعم. ومره راحت البحر ورا السور والدروازه كانت مسكره، خبطت على الدروازه وفتح لها والدب حارس الدروازه ودخلت. سبحان الله. هذا الامر صحيح بس مو الى هالدرجه. انا عندي عصا اخذها وياي واروح الخارور. وين قصر السلام اول؟ هذا نسميه خارور، كان اول بالمد يدخل الماي للبر. نعم. في الانحسار ينحسر ينحسر ويرجع. انا اودي العصا علشان اقيس ارتفاع المياه. اها. واجيب العصات معاي ما تمشي وتطق الباب. المهم شدد علي فما استطعت الا سويت له مالت النمله، مالت الضرس، قلت له حطه في خرم النمله. وهو قبل ما يجيني قالوا له، هذا سنة الـ34، نعم، في شمال الكويت عين
عين بنزين نسميها احنا، عين بنزين، عين بحر، منطقة اسمها بحرة، إيه عين نعم بنزين، بحر. توهم ينقبون عن النفط ها حيث وتطلع اكتشف النفط. مواد. نعم. قالوا له روح هناك وخذ مادة وحطها على قرية النمل وتزول النملة. صحيح. هو جاب وحطها ما زالت، يعني أعطيته أنا الورقة وحطها في خرم النملة وزالت راحت النملة. سبحان الله. ما راحت من ورقتي، راحت أظن من المواد اللي جابها ولا صبر عليها. أها. فراح وقال حق الديوانية بعد، أنا إي والله الدواء ما فاد، وأنا رحت حق صالح الأجيري وأعطاني ورقة وحطيتها وكذا واشتهرت بهذا الشيء هذا. إيه هذه أقول لك من الأشياء اللي كنت يعني دخلت فيها، أقدر أقول شمال، نعم. لكني ما عاد ما بعد مدة عرفت أني أنا كنت على خطأ، وأن علم الفلك ليس كما تصورت أنا في الماضي. درست علم الفلك، كل ما اشوف كتاب، كل ما اشوف كذا، وانا احرص حرص كبير على دراستي في علم الفلك، نعم. واتعب لدرجه اني في سنه في الاربعينات على زمن حكم الملك فاروق، نعم. طلعت انا عندي في الكويت على كتاب اسمه المناهج الحميديه للتقاويم السنويه. قريت الكتاب، قريت الكتاب، فهمت منه كثير، لكن بقى علي شيء كثير ما فهمته. قلت انا اروح مصر واشوف المؤلف واساله عنها. اي ركبت بالكويت بالسياره للبصره، ومن البصره لبغداد بالقطار، ومن بغداد الى الشام بشركه نيرن، في شركات كانت ضخمه، نعم. شركه نيرن هذه للمواصلات، وبعدين بالباخرة من بيروت، وبعدين للإسكندرية، اسكندرية. وبعدين من إسكندرية بالقطار، وبعدين من القطار إلى ميدان التحرير، وميدان التحرير ركبت باص، ومن الباص ركبت سيارة عادية لما انتهى الخط، ولما انتهت الخط السيارة العادية ركبت على الحمير، وصرنا نمشي في القيطان على الحمير ونفتش عن الأستاذ عبد الحميد مرسي قيث في النخاس شرقية. سنة كم هذا الكلام؟ هذا سنة يمكن 46 نعم. أو 45. ورحت هناك عند الأستاذ، لقيته قد بلغ من الكبر عتية، عمره 80 سنة، ما شاء الله. فحولني على بعض تلامذته في القاهرة، وأخذت عنهم بعض الدروس وبعض وتكملت ما خفي علي من الكتاب المناهج الحميدية. نعم دكتور صالح، ذكرت في بداية حديثك بأنك خلطت بعض من هذه العلوم، ومن هذه العلوم التنجيم. هنا يعني ما مصدر يعني وصولك في علم التنجيم؟ هل بلغت مثلا مرحلة في علم التنجيم؟ هل تنبئ لا، البعض بالتنجيم؟ أنا في الحقيقة كنت أخلط، فظنت أن علم التنجيم علم الفلك، لكن بعدين اتضح لي أن علم الفلك شيء آخر وعلم التنجيم شيء آخر. علم الفلك علم متطور، أصلا علم الفلك هو وليد علم التنجيم، ما كان في علم فلك، إذا في كان الأصل في التنجيم. الدنيا نعم. علم تنجيم، لأن الإنسان عندما ظهر على الأرض بهرته السماء وشاف النجوم والشمس والقمر وهذا، فظن أن هذه هي اللي تدبر الكون، فظهر علم التنجيم. بعد ذلك لما نزلت الأديان السماوية عرف الإنسان أن لهذا الكون مدبر وخالق، وأن علم التنجيم بقي علم التنجيم يراوح في مكانه. ظهر بعد ذلك علم الفلك. علم الفلك مثل ما نعرف تطور وأصبح علم من العلوم العريقة التي تخدم الإنسانية وتخدم الزراعة والصناعة والملاحة الجوية وغيرها. نعم صحيح. لكن بعض الفلكيين أيضا لديهم ميول في علم التنجيم، يعني بعض التقاويم أو النتائج يذكرون شيئا من هذا القبيل. يعني أي أنا تركت هذا الشيء، نعم. لأني عرفت أنه علم باطل، والمنجمون دائما لا يعطون نتائج صحيحة، يعني أشياء عامة اليوم والله تختلف مع شخص،
اليوم تحصل على فلوس، عندك واحد مسافر نعم رجع، هذه كلها أشياء أنا وأنت حين احنا قاعدين نقدر نتنبأ في أشياء صحيح، كثيرة، في الأشياء إيه العامة. في نعم أشياء العامة نتنبأ فيها، أما نقول محمد يموت الساعة 3 و4 دقائق، لا ما حد يقدر يسويها. صحيح صحيح، وهكذا علم التنجيم، أنا أقول نعم علم التنجيم أو تأثير الكواكب والشمس والقمر على 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 الأرض أو على الإنسان من ناحية ضعيفة جدا جدا، وهو نعرف أننا نحن الخلق، نحن البشر خلق وسط نعيش على الأرض، الأرض من الأرض، فما تحت الأرض تتكون من عبارة عن عناصر، والعناصر تتكون من جزيئات، نعم جزيئات من ذرات، والذرات من كهيربات صغيرة، وكهيرب يدور عليه الكهيربات الصغيرة من النواة والكهيربات، هذا في النزول من الأرض، الصعود من الأرض نفس الشيء، الأرض عبارة عن جزء من اللي نسميه النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية اللي هي الشمس والكواكب السيارة اللي يدور حولها ومنها الأرض. نعم الشمس أيضا جزء من المجرة درب التبانة. التبانة اللي احنا نتبعها، عقب التبانة في صدائم وفي مجرات وفي بعدين الجزائر الكونية، فكل شيء يمر على هذا النظام سواء في النزول أو في الصعود فهو يمر علينا ويؤثر تأثير بسيط جدا، بس نعم. هذا أنا اللي آخر ما أدركته. نعم دكتور صالح، يعني الله عز وجل يقول في محكم كتابه العزيز: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم. يعني حسب تصوراتكم، حسب اطلاعكم في هذا المجال، ما الذي قد يكون وراء النجوم؟ المعروف نحن طبعا نتبع درب التبانة المجراتنا، نعم المجرات في حالة يعني ابتعاد، يعني في حالة جفول تجفل، نعم هي لا تجفل مثل ما يجفل الطحين أو الحنطة من الرحى، هذا الدائرة كذا يبتعد، هو يبتعد أو تبتعد المجرات عن بعضها مثل لو أخذنا البالونة التفاخة هذه وضعنا عليها نقط ونفخناها تبتعد، يعني كان يظن أن المجرات تبتعد عنا، لا هي ما تبتعد عنا، احنا جزء منها ونشاهد كل المجرات تبتعد ونحس بأن المجرات تبتعد، فهذه هذا هو ابتعادها، وهذه المواقع البعيدة. نعم يقال إن النجوم تعيش، تولد وتموت كما الناس. الشمس والقمر والأرض كلها تعيش تولد وتعيش وتموت، أرضنا التي نحن عليها يعني ولدت وعاشت وهي لا تزال في ريعان شبابها، لكنها ستنتهي عليها الحياة بإحدى 3 طرق، إما أنها تبلغ كهولتها وتموت موتة طبيعية، أو أنها تنتحر، أو أنها يعني تموت بطريقة بعمل الإنسان نفسه، يعني الإنسان نفسه هو الذي يعني كيف تموت ميتة طبيعية؟ احنا نتبع الشمس، والشمس على مر السنين وملايين السنين تبرد، فمعناها لما تبرد الشمس الأرض راح تبرد وراح تتكون تصير عبارة عن كرة من الثلج، فيموت تستحيل الحياة عليها، الأحياء تموت عليها. النوع الثاني انها ربما تموت، هذه موتة موت طبيعية، أما تموت فجأة فالشمس مثلها مثل بقية النجوم تغير توازنها بتوازن آخر، فالشمس ربما في يوم من الأيام تكبر فجأة، فإذا كبرت فجأة
معناها أن الكرة الأرضية تحترق تحترق وتصبح رماد وتصبح دخان وتنتهي عليها الحياة. الانتحار كيف يحصل للأرض؟ الانتحار يمكن هو يعني المقبول عند الناس الآن، وهو أن الإنسان قاعد يخرب الأرض. أولا شيء بتخريب البيئة، وثانيا في يمكن خطأ من العلماء يحصل فينهي الأرض. مثلا البحر، هذا البحر اللي عندنا، لو تصورنا أنه كله بنزين، وفي شخص طفل صغير عند حافة البحر وعنده كبريت، هو يشوف أهله يطلعون عود الكبريت ويشخط الكبريت. فلو أخطأ الصبي وطلع الكبريت وشخط الكبريت، شو يصير في الدنيا ما دام البحر كله بنزين؟ كلها الدنيا تحترق. صحيح. هكذا يخشى أن العلماء ربما يخطئون فتتوالى الانفجارات على الأرض وتنتهي الأرض. في مرة حصلت تجربة عند العلماء، قبل لا أقول التجربة، معروف أن هناك علم جديد يسمى الثقب الأسود في علم الفلك. نعم. وهو أن المادة تتغلص، حجمها يصغر لكن وزنها يبقى مثل ما هو، يعني لدرجة أن لو جبنا ميزان حطينا جزء صغير كبر رأس الدبوس من مادة النجم في الميزان، لازم نحط 10,000 فيل في الكفة الثانية. يا إلهي. إيه. فالعلماء مرة عملوا تجربة، أخذوا مادة الأرض وضغطوها حتى صارت ما يسمى بالقزم الأبيض. النجوم أحيانا تصير قزم أبيض عندما تنضغط، صارت قزم أبيض. وبعدين أرادوا أن يعملوها أو يضغطوها لأجل أن تكون ثقب أسود، فخافوا من ذلك، لأنه إذا صار المادة اللي عندهم صارت ثقب أسود تضرب الكرة الأرضية يمين ويسار، وتضرب على مركز الكرة الأرضية يمين ويسار، حتى تصير الكرة الأرضية كلها مثل رأس الدبوس، لا بل أصغر، يعني نقطة هندسية بس. فهذه من الأشياء اللي ممكن أن تحصل للأرض فتنتهي الحياة عليها. هذا الموضوع يعني طويل ولا أريد أن أطيل فيه. دكتور صالح، الحقيقة في بداية الحديث تحدثت عن بعض يعني ما اعتقده الناس من أهل الكويت قديما حولك، ولكنك في إحدى اللقاءات ذكرت بأنك لست بعيدا عن الاتهامات بالتعامل مع الجن، فما مصدر ذلك وما صحة ذلك؟ الصحيح أني أنا ما أتعامل مع الجن. نعم. وهذا اتهام خاطئ. كل ما أنا يعني مارسته في علم التنجيم هو الذي ذكرت لك. نعم. أما أني تعاملت مع الجن أو غيرهم فهذا قول خطأ. نعم. لكن الدارسين للكتب القديمة، أنا أدرس الكتب. نعم. وأشوف كيف يعملون المنجمين، لكني أنا أعتقد بقرارة نفسي أن هذا علم باطل ولا يستحق أن يمارس ولا أن ينشر بين الناس. وحتى في سباك ألم تحاول ذلك من باب الاطلاع؟ أنا في طريقي في علم فلك مريت على 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 طرق في اليمين وشيء في اليسار، وأخذت منها بعضا منها وكونت عندي حصيلة لا بؤس بها، لكني أنا من الآن أعتقد بأن علم التنجيم من العلوم الخاطئة التي لا يجب أن تقاوم ولا يجب أن تنشر ولا يؤخذ لها بال. إلا من كان متمكنا منها مثلا؟ لا يوجد هناك أحد متمكن من علم التنجيم، هذا قول خاطئ أبدأ. أنا هذا ما اعتقادي. نعم. نعم. بودي أن أتعرف على أصدقائك الذين زاملوك في 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 فترة تعلمك ودراستك للفلك، هل هناك من أهل الكويت من أحب هذا العلم وعايشه معك؟ و
والله الحمد لله في شباب كثيرون الآن في علم في 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 النادي العلمي، الآن؟ إيه لكن موجودين يدرسون الفلك. قبل ذلك أيام زمان، أيام زمان ما كان يعني في هناك اهتمام بعلم الفلك، وعلم الفلك مع الأسف من العلوم اللي عندنا في البلاد العربية لا نلقي لها اهتمام بالغ. أي نعم، بس يعني في من زملائي القدامى مثل عبد العزيز الغربلي، مثل لأنهم احتكوا في سليمان جر الله، احتكوا فيني فأخذوا شيئا من المعلومات اللي أنا كنت أجلبها وأذهب لإحضارها. دكتور صالح، بودي أن أتعرف، يعني ألم تكن ثمت هوايات أخرى غير الفلك كانت في حياتك مثلا؟ إيه نعم، مارست التمثيل في مستهل حياتي. تمثيل. والسبب أن والدتي توفيت وأنا عمري 12 سنة. نعم. والدي كان يشتغل في البلدية الصباح والمساء والليل، كان مسؤول عن ختم الذبائح في المقصب، يكشف على الذبائح ويختمها. نعم. الصالحة للاستعمال. فوجدت نفسي مسؤولا عن عائلة، عن تربية إخواني، إخوتي الأربعة غيري أنا أربعة،
وعن طبخ في البيت الغداء، وعن الدراسة في المدرسة، وعن حلب الغنم. الحليب كان ما في حليب، كان الحليب من الغنم. نعم صحيح. وعن أشياء كثيرة في البيت. هذا الشيء وهذه الأشياء وهذه الأمور وهذه التكاليف منعتني من اللعب مع أغراني في الشارع. ما لعبت أنا في الشارع مع أولادي، لأنه صرت أنا مسؤول عن عائلة. هذا الأمر جعلني أشاغب في المدرسة في الصف، فصرت مشاغب في المدرسة واشتهرت في المدرسة بالشغب في الصف، وبعدين في المدرسة كلها اشتهرت في الصف. كنت يعني أتفنن في الشغب وأدلهم على طرق للشغب، يعني من بينها مثلا الطنين يقول المدرس ما يدري من لا لا أخوين، لا يكتشف مصدره. نعم ما يعرف. وهكذا هذا الشيء قادنا إلى التمثيل في مسرحيات المدرسة، ومسرحيات المدرسة قادتني إلى التمثيل على المسرح عموما. نعم فأنا مارست التمثيل من سنة 38 إلى سنة 61. ما الدور الذي تذكر أنك قمت به؟ كثير مسرحيات، يعني إسلام عمار كان في مباركية، ووفاء، وحضهض كسر الصخر، كسر الصخر. ويعني في أشياء كثيرة. لكن أنا كنت في لي شطحات في التمثيل. التمثيل ما كان مثلنا الآن في نص، لا، كان نقول ارتجالا. حق الشخص أنت مدير وأنت فراش وأنت امرأة، بس دشوا وكل واحد يقول الليلة يقولون شيء واللي جاب لهم شيء، لأنه مو مكتوب بالنص، ارتجال. نعم ارتجالي. نعم ف يعني والناس يتقبلون هذا لأنهم ما شافوا شيء، ما شافوا في تمثيل، ما شافوا في سينمات، ما راحوا برا في الخارج. فلما تصير ليلة التمثيل الناس يعني يحضرون بكثافة ويدفعون أجور مجزية علشان يشوفون التمثيلية. وأقل شيء يضحكهم، أقل شيء يعني لو دخلنا صخلة كذي في المسرح يموتون من الضحك، ولو بالت صخلة على المسرح يمكن يبولونهم على كراسيهم من شدة الضحك. أنا من بين الأشياء الحركات اللي أسويها أني أسلم على الواحد كذي وأسوي كذي كأني ببوس إيده، وهو يفتكر يسحب إيده، بيسحب إيده يفتكر أنا ببوس إيده، لا أنا ببوس إيدي أنا نفسي أسوي كذي سلام عليكم. أنا مشاغبات. لا من بين الأشياء اللي أسويها أني قلت مرة، قال ليش غداكم؟ قلت والله خبز وثلج. خبز وثلج. خبز وثلج. كان أول الثلج موجود. إيه نعم. مو الحين مثل البرادات يعني قطع ثلج. خبز من نهار من باشر الناس صار كل واحد يسأل رفيجه ايش غداكم؟ يقول له خبز وثلج. ايش غداكم؟ لأن الناس متعلقون في التمثيليات في الماضي. نعم. ويحبونها. وانا من النوع اللي اقدر ادش الاماكن الممنوع الدخول فيها. كيف؟ عندي طرق. اول شيء ادش اطلع قري، يقول لي هذا اللي عند الباب ايش ليش داش؟ اقول له لا انا شوفني طالع، انا ماني اذا اشوف وجهي مجابل مني يضحك وخليني ادش. بالطرافه. اي بالطرافه. شيء ثاني مره انا في الجوازات كان يعطوني معاملة، قالوا روح الصندوق ادفع الفلوس الرسوم. نعم. يوم رحت ولا طابور كبير من الناس عند الصندوق وشرطي عند الباب، أنا مستعجل شلون أدش الحين؟ أنا لو أروح للشرطي بيقول لي لا روح هناك خذ دورك، ولو أقول للناس خلوني أنا نتسمع بيقولون لا، الشرطي بيقول لي لا روح السوق. شلون أسوي أدش أنا؟ لازم بدش. كان اقوم اخذ الاوراق اللي عندي واروح هناك شويه واطلع خرده ربع دينار وما ادري شنو فلوس شويه، واي عند الشرطي كان اقول له
اعطاني زود اعطاني زود اعطاني زود، كان ياخذني ويرني ويدخلني حسبه للصندوق انا داش من الاول وان الصندوق غلطان ومعطيني فلوس زياده، فيرني دخلني داخل وعطيت وسويت عاد معاملتي. مره انا عندي شركه وفيها عمال، هذا من زمان في الستينات يمكن، وزاره الشؤون طلعت قرار ان كل واحد في الكويت غير كويتي لازم يراجع الشؤون، وخلت لهم مراكز. انا منطقتي اللي اتبعها عمالي الشاميه، فقاموا يعطون الناس اللي عنده اقامه يعطونه كرت اخضر، واللي ما عنده اقامه يعطونه كرت احمر، فكل عمال الكويت كل الناس الغير كويتيين راحوا. انا اخذت جوازات عمالي ورحت حق منطقة الشامية، ولا الساحة متروسة ناس، ولا عمال وحماميل وما ادري منهم، ولا شرطة عندهم عصي يطقون الناس. زين انا شلون ينظمون الناس ها؟ لتنظيم الناس يعني تنظيمهم اي إيه تنظيمهم يطقونهم شو اسمه بس يعني صف عدل. شلون ادش انا بدش وادخل جوازاتي اسويها والساحة متروسة ناس والشرطة؟ كان اقوم واروح دبه سياره ولا عندي تقاويم رزنامات، كان احط واحده فوق هذا ويب كذي ويصوب الشرطه، افتكروا اني جايب انا حق المكتب. اي نعم. اي كان يقول وخر 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 وخر، كان ادش وخليت الرزنامات محطوطين بالدرج، ورحت سويت معاملتي وخلصت وطلعت. من له حيله فليحتل. مره صالح عبد كنت انا اشتغل في دائره اسمها املاك الحكومه غير املاك الدوله هذه. نعم. التقت من زمان، كان مدير عبد العزيز الدوسري ونائب المدير رحمه الله عليه صالح عبد الملك. صالح عبد الملك صار وزير مواصلات تلفونات. نعم. فرحت ببارك له. انا في السابق ابدا ما البس عقال، نسف قطرتي كذي وامشي. حتى عبد الله السالم رحمه الله عليه شيخ عبد الله السالم كان يرسل عليه عشان الحسابات وكذي والنجوم، واروح وادش كذي ما حد يقول لي شيء. رحت ابارك حق صالح عبد الملك، يوم رحت بدش عليه كان يقول لي الفراش اللي عند الباب وين رايح؟ كنت بشوف الوزير. كان يقول لا، روح اول عند مدير المكتب وياخذ اذن وهو يدخلك. اي رحت حق مدير المكتب ودخلني انا صار مالك، باركت له وخلصت. يوم صار من باشر جان اقوم والبس عقال وبيشت وي مره ثانيه، جيت بدش على الوزير الفراش، ما قال لي لا روح حق مدير المكتب. الباب هذا مثل اللي يسوي شيء كذي. اي نعم. تيك تاك. ايه كان ابطل الباب كان اقول صالح، قال هذا بعد ريال كذي بيشت وقال يقول صالح هذا هذا من هو هذا؟ هذا فوق الوزير. كان ادش والله ها شنو؟ قلت والله نادي الفراش. قبل لا ادش قلت له زين انا الحين العقال والبشت يدشون داخل تسمح لهم، انا اروح لمدير المكتب ولا ادش وياهم؟ كان يقول ها فتش حاجه ما يعرف. كان ادش داخل ولا صالح بن ملك رحمه الله عليه عنده مال مجلس الامه الطويل مال هراء عبد الله رحمه الله عليه، وعنده الكليب وكيل الوزاره الكليب، وقاعدين. كان اقول نادوا الفراش ونادوا الفراش، انا اقول لهم هذا الامس كذي واليوم شيء شكل، ضحكوا عليه شويه وخلوا. نعم. انا ادش كل ما شو اسمه يعني على ذكر الـ يعني الـ ايام الشغب والمشاغبات في المدرسه. اما وقعت لك حادثه؟ وقعت لي حوادث كثيره لكن بذكر واحده منهم كمثال. سمعت عن المدرس وقع الذي كانت له؟ اي سلمك الله. احنا جتنا بعثه فلسطينيه، اربع مدرسين فلسطينيين نعم
في الثلاثينات، مو بعد الاربعينات، في الثلاثينات، ويدرسون. من بينهم واحد اسمه احمد شهاب الدين، احمد شهاب الدين، وهم عباره احمد شهاب الدين واحمد محمد المغربي وجابر حديد وخميس نجم. احمد شهاب الدين مدير المدرسه المباركيه، وانا ادرس في المدرسه المباركيه في اخر ويدرس احيانا، ياخذ حصص هو بعد، مو كل المدير، حصه من حصصه في اخر السنه. اراد ان يكرمنا ويجيب لنا شاي، نشرب شاي على حسابه. فيه واحد اسمه محمد سعيد، عراقي، اصلا عراقي، كويتي بس اصلا عراقي. من المدرسين؟ لا، يسوي شاي عند بالسوق، عند مدرسة المباركية، مدرسة المباركية بالسوق. نعم. يسوي شاي ويوزع على السوق، يبيع على السوق ويبيع على المباركية. اسمه محمد سعيد. هذا من عادته، إذا واحد شافه وقال له وقع، يهد يحط الصينية ويركض وراه ويحذفه بالصخر. إي، فأحمد شهاب الدين لما قال حق محمد من سيارة روح يجيب شاي من محمد سعيد، قال ها لا تقولون له وقع ولا شيء بعد تبلشونا وياه. قلنا لا ما نقول له. إيه، راح وياه بالصينيه، تو داش محمد سعيد بالشاي. كان اقول استاذ شلون اعرف انا هذا البيت؟ كان يقول اي بيت؟ كان قلت ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. قط صينيه ما قطها علي، قطها على احمد شهاب الدين. كان يصير خرج ومرج من صيده، كان يركض بالحوش وبقية صفوفه لما شافوا الركضة بعد طلعوا وقاموا يركضون، وهو ما لقى له منفذ، ما قال له محل يلتجئ له إلا رحمة الله عليه السيد عمر عاصم الأزميري. نعم. هو مدرس القرآن يلبس قفطان، فدش في قفطان السيد عمر وافتك أشوه من دكتور صالح، متى قدمت أول رزنامة لأهل الكويت؟ قدمت أول مرة سويت في الثلاثينات. نعم. قبيل الحرب العالمية الثانية سويت أوراق أوراق وما شو اسمه. قدمت مرة في الديوانية عند أبوي ريايل وشافوها وقالوا والله زينة وهذا، بس مع الأسف إن ماكو مطبعة في الكويت عشان نطبعها. كان يقول واحد لا بلا اول هذاك واحد جاب مطبعه في الكويت، هذا من هو؟ قلنا له كان يقول هذاك اللي يحكي بالنحوي. منو هذا؟ قلت انا واحد يحكي بالنحوي؟ طبعا ما حد جايب مطبعه الا واحد يتكلم فصحى لغه مثقفين، يعني اما انه شاعر ولا انه اديب ولا شيء، بس انا هذا الكلمه اخذتها منه وبس، تميت مده. بعد سنين عرفت ان الشاعر خالد الفرج هو اللي جاب المطبعه. نعم. فظني صار كان صحيح. بعدين انا قدمت رزنامات، كانت اول سنه في ورقه واحده، وبعدين صارت كل شهر واحده، وكل شهر بورقه، وبعدين صارت 350 ورقه. سويت واحده انا دفتر وداه، وداني والدي حق مساعد الصالح رحمة الله عليه، محمد مساعد الصالح رحمة الله عليه، أفاض علي من فضله الشيء الكثير. أخذ الرزنامة وراح حق عبد العزيز علي المطوع، أخو عبد الله. نعم. عبد العزيز يشتغل مع الكويت مع بغداد في التجارة. نعم. ودها بغداد، قالوا 20 دينار. منين يجيب 20 دينار؟ طبعتها. وانا والدي معاشه 20 ربويه، يعني دينار ونص، منين يجيب 20 دينار؟ قال مساعد الصالح انا ادفع 5 دنانير رحمه الله عليه، هذا له فضل كبير علي. كان يقول عبد العزيز علي انا بعد ادفع 5 دنانير. وقال 10 دنانير. وراحوا ودوها حق دائره المعارف. قالوا لازم تشجعون الاشياء هذه. كان يقول دائرة المعارف احنا ندفع 5 دنانير. بقى 5. بقى 5 ماكو حد. ماتت. وقفت على 5. بعدين بعدين انا صار عندي فلوس شويه
واحد من أولادي، قصة رزنامة طويلة، لكن بس بقول لك قصة واحدة منها، نعم. ثلاث تصدر أربع تصدر. واحد من أولادي يقول يبا، قلت ها، كان يقول أشوف كل ما واحد يسوي لك شيء ولا شيء كله تعطيه، تقول هذه كرامية، هذا بخشيش، هذا وايد كأنك تبالغ. قلت إي والله، مرت على علي في حياتي قصة خلتني أعتقد أن كله لازم واحد يدفع فلوس يلا يمشي شغله. شلون؟ طبعت الرزنامة وديتها بغداد سنة يمكن 46. كانوا يقولون ماكو في بغداد يطبع رزنامات إلا مطبعة واحدة اسمها مطبعة السريان، يملكونها يهود ولم نطبعها عندهم. إيه، كان دزوا لي خبر قالوا يقولون ترى ماكو طبع على ورق أبيض، الورق الأبيض ممنوع إخراجه من العراق لأن وزارة التموين تمنعه، يبونه علشان صحفهم علشان بادرهم علشان يكتبوا، ممنوع إخراج الورق الأبيض، نطبع عليك على ورق ملون، ملون مثل مال الطيارة هذا. نعم. قلت ما يخالف، طبعوا لي على ورق ملون. أقوم أخلصه، وكان يقولون ترى بعد وزارة التموين الآن منعت حتى الورق الملون. وبعدين اي شو اسوي شو اسوي بغداد وانا هني بالكويت. قلت لهم يجيبوه عند، انا كنت اشتغل عند علي غبازرد رحمه الله عليه، وكنا نتعامل مع يهودي في البصره اسمه رحمين ساسون. قلت لهم يجيبوا الرزنامات ودوها عند رحمين ساسون في البصره علشان تصير قريبه من عندنا. نعم. وصيت واحد في البصره يدز لي اياها رزم رزم بالبريد، دز رزمه رزمتين ثلاثه، اللي قالوا لا ما يصير ترى الورق ممنوع تصديره، احنا سمحنا لك شويه. اي تميت ما اسوي. كان يقوم علي قبازر كان يقول اي لقينا طريقه، احمد العبد اللطيف الحمد رحمه الله عليه لهم معامله مع العراق، وابوام تروح وتمر يجي وتمر يجي وروح، يمكن نوصيه. قال لي مر بقوم انا وانت تعال نقول له. يوم مر السلام عليكم، كان يقول علي بزرد عليكم السلام علي بزرد، كان اروح انا، كان يقول هذا صالح العيري. من هو صالح العيري؟ صويلح يقول لي. قلت له ايه، كان يقول انا خابرك على كتف ابوك شيلك كذي صغير. قلت له لا، كبرت وتزوجت. قلت المساله كذا وكذا، كان يقول بسيطه، نيبه في بوم الحنطه لما نيبه عاد احمد عبد اللطيف رحمه الله متى يذكر الرزنامه ومتى يجيبها مع الحنطه. طح برويح العاده يجيب تقويم من مصر، وعدت انا اني طبعت، فقام ما ياب من مصر، اعتمد على تقويمي انا اللي بجيبه. نعم. اي ندور حكي حكي، كان يقوم يروح يشتكي عند ابوي، قال صالح وهقني ولدك ما جبت انا تقويم من مصر على اساس انه بيعطيني تقويم طباعه بغداد. والدي يعرف اني اجلس، انا صديق الاولاد ياسين القرابلي، اجلس بالليل عندهم يعني بالليل هناك، كان يقول لي ترى برويح مشتكي عليك، يقول كذا كذا وهكته. كان يقول ياسين القرابلي يا ليش ما قلتولي؟ قلت كل ليله قاعدين نسولف عندنا في القصه هذه. كان يقول عبد العزيز ولده صديقي. نعم. صديق العمر رحمه الله عليه، تعال ابو صالح اعطني 100 ربويه. كان يقوم ابوي يطلع كذي، كان يقول لا ابي نوت خبر غلط، ابو 100 خبر قطعه واحده. كان ابوي يروح ويا ابوي البيت ويعطيني 100 ربويه خبر، ويحط عبد العزيز بجيبه، قال لي روح روح عبد اللطيف ابو حمره عنده سياره يكد العراق والكويت، تكد العراق والكويت سياره، روحوا حق عبد اللطيف الحمره قول يسلم عليك ابو ياسين ويقول المساله كذا كذا، وجيبوا الرزم الموجوده في البصره ويبوها، وعطى 100 ربويه. رحنا انا وياه طقينا على عبد العزيز عبد اللطيف حمره رحمه الله عليه، كان يقول لعبد العزيز كذا وكذا وكذا.
كان يقول والله تعرفون الحين شيء ممنوع، انا ما نقدر وما ادري ايش اسوي ولا اقدر واسمحوا لي. كان انقذ انا عبد العزيز، يعني اطلع الفلوس عشان يطلع النوط. كان يقول بعد حنا ايش نسوي، انا اقدر اتعذر ياسين عمي ياسين، ما اقدر اتعذر، هات هات انا احاول ان شاء الله اعطي هذه بخاشيش حق اللي يبون. والله ويجيبها واحد من الركاب قال لي إن لما سألوه في الجمارك هذا شنو هو، كان يقول هذا البريد، ما سلم بخاشيش ولا شيء. يابا عاد هذه صارت مثل عندي مثل العقدة، ما أسوي شيء إلا بفلوس، وتمشي المسائل. تمشي المسألة بعد ايش أسوي؟ إيه تعقدت أنا. إيه كانت بس قصة الرنامة طويلة نعم عريضة. نعم إيه نعم. لكن فيها معاناة يعني من أجل إيه تحقيق طبعا شيء إيه نعم إيه في نعم لصالح الناس. الحقيقة يعني كان التقويم أيضا يضم التوقيت العربي. كيف يحسب التوقيت العربي؟ كانت أول ساعاتنا عربية، في الرزنامة كل المواقيت عربية. الآن لا تستخدم الساعة العربية. بعدين الحين يستعمل التقويم الفرنجي فرنجي اللي هو الزوالي، فإذا أنت تريد مثلا تريد تعرف الساعة العربية تضبط على مغيب الشمس، ساعة مغيبات الشمس ركبناها سوينا 12 وتمشي إلى بكرة إذا المغرب. هي متحركة. لكن بين غروب الشمس اليوم وغروب بكرة مو 24 ساعة، لذلك أحيانا تتأخر ساعات وأحيانا تقدم. يدي رحمة الله عليه أبو أمي يقول لي إيه الساعة هذه تقدم بالقيض، ترتخي أدواتها تأخر فتتأخر، وبالشتاء تنشد وتجدم. لا مو بسبب الفصل الشتاء، نعم صحيح. مو الآلة. إيه فكانت تجارة رابحة تصليح الساعات، جدمون واخرون، جدمون واخرون، جدمون واخرون. كانت تصليح الساعات منتشر في الكويت فتركوها 13. بغية التوفير. الحين عاد الناس صاروا بالفرنجي لأن صار لنا اتصال بالخارج ونتعامل مع الناس برا، فتريد يعني شلون نحول. نعم إيه نشوف المغرب بالفرنجي كم، مثلا اليوم الساعة 6:06 وعشرة، مثلا نجيب 6:10 نطرحها من 12، يعني 6:10 هي بالفرنجي، نبي نسويها عربي. نعم نخلي الساعة 12 هي 6:10، وبعدين نمشي نركب نحط ساعتين، ساعة بالعربي وساعة بالفرنسي. واحدة غروب الشمس الساعة 6:10 نخليها 12، واحدة نسويها 6:10 يعني في ويمشون. منتصف الليل تصير الساعة 6 عربي. الساعة 6 عربي. 6 عربي نعم. هل اختلف يعني التنبؤ الجوي والفلكي قديما عن الوقت الحالي؟ والله في تغيير كثير. أول شيء التلوث البيئي والضوئي صار موجود، وصرنا حتى طلوع الفجر صار في اختلاف، صار يتأخر. ما نشوف، كنا نشوف الفجر أول بسهولة ويسر ومبكر، الحين ما نشوفه إلا متأخر بواسطة التلوث الضوئي والبيئي. والرطوبة كانت عالية عندنا في الماضي جدا، لدرجة أنه احنا نمشي على الأرض نشوف مواقع أقدامنا الأرض كلها رطبة، نشوف مواقع أقدامنا، وكان في غبار كثيف يعني أيام البوارح. السنين الأخيرة لا خفت، خفت الرطوبة وخفت الرياح البوارح. طول 60 سنة ما حاولت أن يكون هناك صف ثاني للدكتور صالح العجيري؟ نعم. صف ثاني يتعلم منك؟ والله بلى، أنا أعطيت دروس كثيرة في النادي العلمي، وطلاب كثيرين درسوا على يدي ولا زالوا الحين ماسكين المرصد. أنا ما أروح المرصد، أنا الحين نعم. بلغت من الكبر عتية مثل ما يقولوا. الله يعطيك الصحة والعافية. 81 سنة، وبعدين ما أشوف إلا بعين واحدة ولا أسمع إلا بإذن واحدة، فما شباب هم اللي الحين ماسكين. لك طولة العمر ان شاء عندنا الله. هالة بنت خالد الجسار هذه درست علم الفلك بالخارج، دكتورة
في علم الفلك. نعم. وعندنا منى احمد عنبر ماسك القبه السماويه، وعندنا عبد الوهاب الجاسم. نعم. من المهتمين بالفلك. وعندنا علي حسن، وعندنا والله كثيرين شباب. لكن يعني ما بلغوا من الشهرة كما بلغت يعني. أنا ما أقول لك بصراحة، يعني خل أقولها بصراحة، أنا شهرتي أكثر من علمي. أنا ما أدري ليش، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الأرزاق والشهرة والفلوس والشيء، فأعطاني شهرة أكثر مما عندي من علم. ولكن يثق الكويتيون بكلامك كثيرا. والله تعايون، واحيانا حتى يتعايرون يجوني يسالوني اسئله غريبه. انا معرض يوميا للاسئله من خارج الكويت، من برا، ومن من 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 اوروبا، ومن امريكا، ومن الشرق الاقصى، ومن السعوديه، ومن البحرين، من الكويت. كل يوم انا لازم اجاوب من بين الاسئله. دكتور صالح، يعني الحديث معك شائق وجميل، سنرجع مثل هذا الحديث، سنرجع على الأسئلة، الحديث عن الأسئلة الغريبة إن شاء الله. إلى الحلقة المقبلة بمشيئة إن شاء الله. الله. بإذن الله تعالى. لذلك نقول، لا نقول وداعا، بل إلى لقاء قريب إن شاء الله مع الدكتور صالح العجيري في الجزء الثاني من حصاد الأيام. فكونوا معنا ونلقاكم بمشيئة الله على خير. شكرا دكتور أشكر صالح. عنايتكم، وفقكم الله إن شاء الله دائما إلى أنبل المقاصد.